على فكرة أنت وصار لكم الحين تقريبا 15 ليلة ويانا، وعسانا إن شاء الله العمر كله. ها شفتوا نظام البرنامج وطريقته، واليوم البرنامج يتفاعل مع كل حدث يصير بالديرة ويهم الديرة وأهل الديرة والإخوان العرب والخليجيين. عسى الله يحفظ ديرتنا وحكامها وشعبها. الحقيقة قبل لا أبدأ البرنامج وقبل لا نتكلم عن أمور البرنامج والهذا، في حدث صار بالكويت الحقيقة أسعدنا جدا، وهو يمكن أسعدنا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح حفظه الله ورعاه، هذا الرجل الحقيقة الكبير قدرا ومقاما، والحقيقة أيضا السادة سيد وكيل وزارة الداخلية والسادة وكلاء مساعدين وأركان الوزارة كلهم عيون ساهرة من أجل حماية الكويت وأمن الكويت، وخط أحمر عندهم أمن الكويت خط أحمر. صار موقف لمقدم الله يذكره بالخير ولد الحميدان سليمان. الحقيقة هذا الرجل في مطار الكويت أجروا معاه مقابلة، وهالريال أثناء المقابلة داخ من الإرهاق والشغل وأمانته بالشغل أغمى عليه. شيء طبيعي إنسان يدوخ بالدوام، وشيء طبيعي يقعدونه ويريحونه، وشيء طبيعي الحقيقة يعني أنه يقوم ويكمل دوام. لكن اللي صار معانا أنا ما راح أتكلم فيه. معاي على الخط الحقيقة مدير علاقات الإدارة العامة، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، الأخ العزيز الحقيقة المميز الهبريح على قولة أهل الكويت العميد عادل حشاش. مساك الله بالخير يا أبو أحمد. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. شلونك يا أبو أحمد؟ شلونك يا أبو؟ مبارك تعود إن شاء الله بالصحة والعافية إن شاء الله. الله يحفظك. دائما أنتم أهل الإعلام الأمني متواجدين في كل موضوع سواء كبير ولا صغير، تنورون الناس وتهتمون في أن الناس ما تخترع أو توقفون حد للفتنة والشائعة، وأي واحد يريد أن يشطر هذا الصف الجميل عسى الله لا يفرقنا. آمين يا رب العالمين. السالفة أخونا المقدم أعتقد سليمان المقدم سليمان. نعم سليمان خالد الحميدان رئيس قسم أمن المطار بالإدارة العامة لأمن المطار. فتفضل لو تنور الناس ومن هو اللي اهتم في موضوعه، احنا نبيها بلسانك. نعم مرة ثانية أكرر الشكر وتقدير لك محمد، أنت غريب أخو طارق، يعني دائما أنت معانا وقلبا وقالبا وداعمنا في كل الأمور، وعسى الله يزيدك الخير ويجزي خير كل إخوانك المشاهدين. الاتصالات الحقيقة اللي جاتنا يوم أمس واللي كانوا كلهم يستفسرون على صحة ولدهم المقدم سليمان الحميدان، اللي أثناء اللقاء في تلفزيون الكويت أمس نشر الإخبارية وضمن تغطيتنا حق موضوع المطار والازدحام والكثافة والتوجيهات والإرشادات حق إخوانهم المسافرين، الحقيقة تعرض للإشهاد والإرهاق والتعب وسقط أثناء الهواء يعني. نعم هذا شفناه يا أبو أحمد. نعم نعم شو محمد الله يسلمك. آسف قاطع، أقول لك هذا شفناه من خلال ما تناقلوه في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الجانب الآخر، الجانب الآخر أخو طارق، الجانب اللي يمكن ما بين حق إخوانك يعني المشاهدين، اللي هو من اللحظة الأولى كان يعني المشاهدة من قبل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصبح كان يتابع نشر الإخبارية. ومن اللحظة الأولى يمكن كان يتابع مراحل سير العلاج حق ولد المقدم سليمان الحيلان. من لحظة اللي هو يعني العلاج الأولي في المطار إلى نقله إلى المستشفى العسكري. أمانة كان بشكل متواصل دائم السؤال عنه وعن أحواله، كلم الدكتور كلمه هو وتطمن عليه، تطمن على أحواله والعرض الصحي والأمور هذه كلها. يمكن أيضا الجانب الآخر اليوم من الصباح الباكر قام في زيارته في المستشفى العسكري،
اطمئن الشيخ محمد الخالد أمانة على صحته ومن الطاقم الطبي على كل الأمور المتعلقة بهذا العارض الصحي. نعم. الآن ولدهم ولدكم سليمان الحميدان بصحة وعافية الحمد لله، يخضع للإجراءات والفحوصات الاعتيادية. نعم. أمور طيبة، يعني مجرد عملية شيك أب بس كامل، وبإذن الله إن شاء الله في أقرب فرصة راح يطلع ويرجع إلى عمله ويزاول أيضا مهامه مع أخوان رجال الأمن إن شاء الله بكل همة وحيوية ونشاط. الشيء الجميل، الشيء الجميل اللي احنا لقيناه أمانة يعني الاتصالات اللي جتنا من مختلف أطياف يعني المجتمع الكويتي، الكل يسأل عنه والكل يسأل عن أحواله والكل يسأل عن صحته والكل يسأل عن أموره الطبية والصحية، هل هي على ما يرام ولا في هناك أمور تستدعي عملية يعني يقدمون للعون والمساندة والدعم. فيعني هذا مو غريب على الشعب الكويتي وقطاره، يعني دائما في مثل هذه الأمور دائما متعاطف ومتكاتف. وزارة الداخلية ويعني لا لسان معالي نائب رئيس مجلس وزير الداخلية الشيخ محمد خالد صباح أنه ما تنسى تماما عيالها، يعني ما تنسى عيالها ودائما رعاية منتسبيها هم وما نتأخر لحظة بأن نقدم كل أشكال الدعم الصحي والمعنوي والاجتماعي مثل ما يستحقوا في هذه الناحية. بيض الله ويوهكم، ويستحق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هذا الوسام اللي كان كبير من سمو الأمير الله يطول عمره الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الوسام لو تعرفنا عليه أبو أحمد. نعم، هذا الوسام من الدرجة الوشاح، الوشاح من الدرجة الأولى الممتازة. هذا الوشاح يعطى للأعمال الجليلة والغديرة وأتت عقب الجهود يعني الكبيرة اللي بذلت من قبل الأجهزة الأمنية بضبط المتسببين المجرمين في الحادث الإرهابي. نعم. في مسجد الإمام الصادق. نعم نعم. فأتى هذا التكريم على يد سمو الأمير الله ورعاه، وكرم أيضا في نفس المجال الفريق سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية وعصام النهام وكيل جهاز أمن الدولة، وأوفتهم بالدرجة الثانية وعصام النهام بالدرجة الثالثة، كلهم على حسب المستوى الوظيفي، لكن معالي نائب رئيس مجلس وزير الداخلية هو أعلى وسام شرفي يمكن حصل عليه تقديرا واحتفاء من سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه، تقديرا وإجلالا لدوره الملموس والمتواصل والداعم في دفع الأجهزة الأمنية والوصول في وقت قياسي لضبط المجرمين والإرهابيين وتقديم العدالة وتبيان كل الحقيقة المتعلقة في هذا الحادث، مما أدى إلى تعزيز الثقة وتعزيز أيضا مدى شعور المواطن والمواطن المقيم بفخرة واعتزازة برجال الأمن وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه المعطيات وهذه القضايا اللي حصلت، واللي هي أساسا كانت بعيدة كل البعد عن المجتمع الكويتي وما تآلف على مثل هذه الحوادث. أبو أحمد، أنا وزملائي نرفع لكم القبعة ونحييكم تحياتكم العسكرية من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إلى أصغر عسكري ومنتسب لوزارة الداخلية. بيض الله ويوهكم ومشكورين، وتحياتنا للمعالي الوزير وأخواننا رجال الداخلية، وهذا مو شيء جديد عليكم. ولما سمو الأمير يقول هذول عيالي، مو بس أهل الحادث، أهل الكويت كلهم عيالي، واللي قاعد يمشي على هالكلمة الطيبة معالي الوزير والإخوان. مشكور يا أبو أحمد على التوضيح وسلامته. أخونا سليمان الحميدان على إن شاء الله ما يشو شر. هذا بجانب، هذا شيء الآن الرسمي. الحقيقه وصلنا قرقيعان جميل منكم يا الداخليه، انتوا دائما هالكرم حقيقه، اعطونا صندوق المبيت الجميل. تقبل الله طاعتكم، عساكم من عواده العميد احمد عادل احمد الحشاش مدير عام الاداره العامه للاغاثات والاعلام الامني. هم مو مخلينا بالقرقيعان، افتح يا سمسم الخير كله القرقيعان اليوم بنقضي عليه. مشكور يا ابو احمد، وبيض الله ويوفقكم ودوم انتم دائما، احنا ان شاء الله بامان دام رجال من امثال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الشيخ محمد الخالد واركان الوزاره ومنتسبين رجال الداخليه
موجودين ان شاء الله احنا بامان. قولوا يا رب عسى الله يحفظ اهل الكويت. امين. مشكور آمين يا ابو احمد. ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل اهل الكويت ان شاء حبيب الله. قلبي. والكويت محفوظه ان شاء الله. ان شاء الله. بامنه ويقظه واخوانكم رجال الامن وبتعاون ومساندة وجهود ان شاء الله اخواننا المواطنين المقيمين ان شاء الله. الله يحفظكم. شكرا يا ابو احمد اعطيتنا من وقتك ونورتوا هالعالم وطمنتوهم على اخونا سليمان الحميدان. مقدم ولا رائد؟ لا مقدم. مقدم ان شاء الله نفرح فيه عقيد. يستاهل يستاهل. مشكور يا ابو احمد والله صراحه شغل عدل شغل عدل. اعطونا اعطونا شيء. انا الان هذا خلى الصندوق عاجبني ابيك انا بسالفه. انت خليك هنا. تعال تعال فرحان عشان عندنا اجتماع. احنا الان شوف رجال الداخليه شلون يشتغلون. ها وطبعا ما يقصرون اخواننا وزاره الاعلام اللي على تغطياتهم الدائمه والمستمره والجهد الكبير اللي يبذله معالي وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان صباح ورجال وزاره الاعلام كل اللي يجتهد من صوب. خليك هنا احرص الصندوق على ماي. ها انا بروح هو يقعد هني. امشي انا امشي. انت وين رايحين؟ انت اقعد 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 انطرنا. تعالوا يلا اجتماع يلا.